بسم الله الرحمن الرحيم. ومرة أخرى مشاهدين مشاهدين قناة سما الخليج، وكما عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن ومن العاصمة الحبيبة أبوظبي. ورحبوا مع أعزائي المشاهدين بالمواطن الأستاذ سليمان الحمادي، صاحب مزرعة سليمان الحمادي في إمارة أبوظبي. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم، وكحلقة إن شاء الله توثيقية وكتجربة إيجابية إن شاء الله راح ننقلكم وياها للأجيال القادمة. بالبداية أستاذ سليمان الحمادي، أسعد الله أوقاتك سيد. مساك الله بالخير يا ربي. حياك. يعني دعنا نتعرف على ضيفنا، أكيد هناك بدايات للأستاذ سلام الحمادي، هناك مراحل، هناك مكان ترعرعت فيه سيدي. نرجع للوراء، يعني سلام الحمادي بكل بساطة من هو؟ سلام الحمادي إنسان مواطن عادي الحمد لله، عايش من طفولتي في هذا البلد والحمد لله رب العالمين، نشكر الله ونحمد على ما نحن فيه، والحمد لله من يقول لك من أحسن حال لأحسن حال لأحسن حال لهذا الوقت اللي نحن. يعني أكيد وأنتم من حملتم أيضا في الزاوية الثقيلة في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه. يعني تحدث شوي عن دولة الإمارات وعن بناء هذه الدولة سيد، وعن مكارم الشيخ زايد. الله يطول عمر الشيخ خليفة. آمين يا رب. والشيخ محمد ومحمد راشد طول الله في عمارهم. والله يرحمه الشيخ زايد اللي هو والدنا اللي هو ألفنا بطفولتنا. الشيخ زايد ما في إنسان مثله، يعني أنا بعمري ما شفت مثل الشيخ زايد. والله يطول في عمرهم شيوخنا وكلهم على رأسنا. آمين يا رب. لكن زايد الشيخ زايد. يعني استذكر هيك موقف يعني طريف يعني حصل معك بالشيخ زايد، ايش يعني الشيخ زايد؟ شو بتقول عنه؟ شو بترمس عنه؟ لسان يعني صراحة حتى لو نقول ما نقول من اليوم الى حتى الله ياخذ امانته عنه، الشيخ زايد ما في مثل مثيل بصراحة. يعني طلع الله يغفر له ويرحمه، بالنسبة نحن الاماراتيين يعني بالنسبة نحن اللي كنا في ذاك الزمان، أنا بتكلم كنا وين وسرنا وين. فاليوم الحمد لله من فضل الله ثم الشيخ زايد وفضل شيوخنا اللي على رؤوسنا من الشيخ خليفة والشيخ محمد طول الله في عمارهم والشيخ محمد، اليوم نحن في جنة النعيم. يعني الواحد يشكر الله ويحمد على ما هو فيه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. لكن من اللي بناها؟ المغفور الشيخ زايد. من اللي تعب وسهر عليها يغفر له ويرحمه؟ الشيخ زايد. نعم. واكيد شيوخنا وحكامنا مشوا على طبعا مشوا على نهجهم، وكلهم من شيوخنا اللي كانوا مع الشيخ زايد اللي بدوا مع الشيخ زايد اللي هو الشيخ راشد وشيوخ الامارات. نعم. الاخرى طبعا الشيخ الله يرحم الشيخ خالد والشيخ راشد والشيخ صقر، هذول اللي مشوا معهم، وهو اللي كان مثل ما تقول هو القائد السفينة اللي وصلت اليوم الإمارات. الناس كلها الحمد لله من فضل الله وكرمه تكلمون عليها في كل مكان، وانتو الشيء هذا أدرى بطلب. من صحراء قاحل إلى جنة خضراء. نعم نعم نعم. أستاذ سليمان الحمادي، يعني نتكلم شوي يعني عن يعني عن الزراعة في دولة الإمارات. يعني وأنت ما شاء الله عليك لك باع طويل يعني في قطاع المزارع والزراعة في هذه الدولة، والشيخ زايد رحمة الله عليه كان عنده اهتمام جدا جدا في الزراعة. يعني نتكلم شوي إلى أين وصلت الزراعة في دولة الإمارات، وعن اهتمامهم أيضا شيوخنا وحكامنا دولة الإمارات في هذا القطاع تحديدا. الله يطول في عمارهم، شيوخنا ما مقصرين، وكل ما يجي يعني وقت يصير للأحسن والأحسن. ففي ذاك الزمان الناس كانت في الزراعة تشقى وتتعب عشان يسوي له يبنينا خلا، أنا بقول لك يعني على إيه فعلا أنا أقول لك. وطبعا ممكن المنطقة ممكن أنت تزرع فيها، لأن ليش الماي قطعان الماي اللي موجود شح المياه، شح المياه طبعا. إحنا سامحني أنا أتكلم عادي يعني أكيد حرية وفي دولة فقيرة يعني نعم صحيح. فمو كل الناس قادرة تسوي لها مزارع قاعدة الصراحة. يعني كان هناك اهتمام أيضا من شيوخنا والشيخ زايد، كان يملك الناس. نعم. يعني المواطنين كان يملكهم. نعم. لمزارع. نعم. ويشجعهم. نعم. ويحفزهم. حفدنا. نعم. وشجعنا ودعمنا. دعمنا الصراحة. نحن
بالنسبة عنده مثل ما قال الله يغفر له ويرحمه، عياله وربانا وكسانا ولبسه وعيشنا من أحسن العيشة، والله يطول في عمرهم اللي ماشيين على نفس ما هو ماشي، وهذا شيء نحن نفتخر فيه، وإن شاء الله دائما الإمارات هي الأولى. يعني نتكلم شوي عن هذه المنظومة، منظومة الأمن والأمان سيدي في هذه الدولة. الأمن والأمان من الإنسان نفسه ومن اللي عليه هو تاج رأسنا، والله يطول لي في عمر الشيخ علي والشيخ محمد، محمد هم تاج رأسنا، هم اللي ماسكين الأمن. الحمد لله رب العالمين. هذا اللي أقدر أقوله أنا. نعم. هذا التعبير اللي عندي. أكيد يعني كمان يعني جنودنا البواسل اللي وخطوطنا الدفاع الأول يعني اللي بيسهروا ليلا ونهارا لحماية أمن واستقرار هذا الوطن، يعني نرفع لهم حقيقة القبعات والتحية عبر قناة سما الخليج. ماذا توجه لهم رسالة؟ أنا أوجه رسالة لجميع اللي متواجدين. نعم. بالنسبة مواطنين أو وافدين أو يكونون دائما في نفس ما نحن فيه في الأمن والأمان، والتفوا حوالينا. نعم. و مثل الإنسان يقول يحفظ نفسه قبل أن ما يحفظ غيره. أحسنت. ويحفظ غيره قبل أن ما يحفظ نفسه. صح. فدائما الإنسان طال عمرك يحاول أنه عكس ما يكون اللي تشوفه وما تشوفه. فالحمد لله رب العالمين، نحن نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يدوم علينا الأمن والأمان وعلى دولتنا وعلى حكومتنا وعلى حكامنا وعلى الأمن اللي نحن فيه الحمد لله، ونتمنى من الله ان شاء الله دائما احنا في الامن والاستقرار. امين يا رب. يا رب ويلا يشل ان شاء الله هذا الجلاء والبلاء عنا وعن العباد يا رب. امين اللهم امين. الحاج سليمان يعني الحماد يعني تكلم شوي، يعني اكيد متزوج حضرتك ولديك من الابناء، يعني نتكلم عن دور الزوج بحياتك ونتكلم عن ابنائك سيدي ماذا عملوا، وناخذ منك ايضا بعد الرساله هاي يعني لأبنائك نتكلم ماذا أبنائك، نتكلم نأخذ منك رسالة الشباب يعني الشباب الطموحين إن شاء الله، يعني نتكلم شوي عن كده. أنا الحمد لله رجل متزوج. نعم. طبعا متزوج زوجته ما شاء الله، عندي من يعني الأولاد الحمد لله المجموعة كلها 13. الله يحفظك. نعم. وطلع خير. اللهم آمين. ورسالتك للشباب يعني كيف تنصح الشباب؟ يعني شوف الزواج والمقدرة. نعم. الإنسان يعني إذا حصل زواج يعني وبت حلال وصاينتنه يثبت، ما أقدر أقول لك شيء ثاني عنه، يعني دائما الإنسان أنت إنسان كل واحد، والزوجة أساس يعني بالحياة، يعني أساس في دعم وأساس في مسيرة العملية، أساس أيوة الأم هي بتلوم أيوة هي الأم هي الأرض. أنت ما تحب أرضك؟ أكيد. طيب حب زوجتك حب أمك. صحيح. اللي تعبد عليك، حب أبوك. صحيح. حب أقربائك، حب أصدقائك، هذا كله ترى يتوالف في بعض. فالإنسان إذا بدأ يزرع الحب بداية، من وين طلعت أنت؟ من عند أمك وأبوك. صحيح. أنت طلعت بشو؟ طلعت راك بالحب والحنان أنت لما طلعت عني، أنا مثلا أنا أتكلمك وأنت ولدي، أكلمك عن نفسي، طلعت عني دمعتي نزلت. إنك إيه دمعتي نزلت لأنك بتفارقني. صح أنا مستانس ومرتاح وأن ولدي تزوج وراح، لكن في نفس الوقت ترى فيها نقطة أن ولدي راح عنه. الأم نفس الشيء. فأنت لما تصبح أب وبعدين تصبح يعني مثل ما تقول وتتزوج بنتك، بتقول إيه كانت أمي أو كان أبويا بهذا الطريق. ولك مثل أعلى أنت لوالدك، كان مثلك الأعلى كان والدك. والدي الله يرحمه، كلهم أمي وأبوي أنا متوفين الحمد لله، لكن والدي يعني يودنا بطريق ودلانا على الطريق الصحيح. نعم. ولله الحمد لله يعني عيالي كلهم فضل الله وكرمه ماشيين على الطريق الصحيح. نعم الحمد لله. الله يحفظك يا رب. يحفظك. ويعني راضي عن نفسك عمي؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. الله يرضى علي. الحمد لله. الإنسان شوف مهما كان هو إنسان. صحيح. وما في إنسان يعني طلع هو معصوم، لكن هو إنسان ترى، لكن في شيء الإنسان يقدر إنه يمسك نفسه ويدل نفسه على الطريق الصحيح. صحيح. قال هذه جنتكم وهذه ناركم. أحسنت. صحيح. لكن بالأعمال ولا لا؟
بالأعمال. إنما عملك بالنيات. طيب. تجازيت خير حصلت خير، تجازيت شر حصلت شر. يعني لا تحكم على نفسك إنه والله اليوم أنتم على عيني ورأسي جيتوني ورحبتوا بني، أهلا وسهلا فيكم. والله هذا شيء نحن يفرحنا إن مثلكم شراكم اليوم يطلعوننا أو نتكلم لو شيء بسيط، نتكلم عن دولتنا بالضبط اللي عطتنا اللي عطتنا واجبنا يعني. واجبنا نتكلم عن شيوخنا صحيح اللي سهرانين علينا ليل ونهار. يعني الصراحة اللي يقول لك الإنسان اللي ما يتكلم على النعم اللي هو فيها هو مش راعي نعمة 100% الصراحة. صحيح. اليوم نحن عايشين الله ثم هم من تحت ظلاتهم. يعني الإنسان دائما يا ولدي يعني يذكر الشيء الزين. صحيح. صراحة الله يطول لي في عمارهم وعمار الجميع إن شاء الله، ونكون في ظلتهم دائما. والشباب أيضا يبتعدوا عن الإشاعات الممنهجة دائما، يعني ما هو فئات ظلة دائما بتحاول أن تعكر دائما أجواء، يعني دائما نبتعد عن الإشاعات الممنهجة الممول مدفوعة الثمن هاي. صحيح. التخريب يعني. طيب أنا اليوم في استقرار في عيشة مرتاح، مزرعتي مفتوحة 24 ساعة. صحيح. حلالي كله في المزرعة مهدود كذا. طيب كم يسوى اللي ناس سهران علينا ليل ونهار؟ صحيح. الجنود اللي ما حد يدري عنهم المتورط على ما تقول الستارة. طيب من هذيلة ومن اللي يقول اللي أعلى عنهم من الأوامر اللي موجودة عندنا فيهم؟ فالإنسان اليوم شو الدور؟ أنت ما شاء الله عليك لما تصير بلدان ثاني وتشوف يوم اللي أول يوم ما تنزل فيك خوف، صح ولا لا؟ فيك خوف لأنك أنت ما تعرف البلد هاي. فبعد ما شوية ها فأنت رأي البلد هاي تحذرني تقول لي والله هنا لا تروح هنا روح. نصيحك من مواطن بسيط في هذه الدولة. والله أنا مواطن بسيط جدا، وأنصح إذا اللي بيسمع نصيحتي نعم يستثمر في دولتنا ويشوف يجرب. الدنيا تراها تجارب. صحيح. أنا مش في يوم الليلة بكون استثماري من ذاك الدور، بس لازم يجرب اللي نحن فيه. يسألنا نحن، لا يسأل الناس اللي يعني شوية ها لا يا أخوي الشيء ما يجي في يوم وليلة يا جماعة. صحيح. ما يجي في يوم وليلة، لأن في شقة في تعب في هاي الأمور اللي نحن فيها يا نعم. عمي احنا سعيدين بوجودك معنا، ووقت البرنامج ودهمنا، واحنا ان شاء الله مقبلين، واحنا مقبلين على اعياد وطنية وعيد الاتحاد الوطني ان شاء الله قريب على الابواب ان شاء الله. رسالتي تكون ان شاء الله بإذن الله. اذا في اشياء اخطاء مني الله يطول عمرك، الله يحفظك، وأنا سعيد بوجودك معي، بس بدي أخذ منك بطاقة معايدي إلى الوطن وقائد الوطن. سيد ما هي بطاقتك؟ ولو قدر لك أيضا والتقيت في صاحب السمو الله يحفظه ويعطيه طول العمر والصحة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ الله ورعاه، ما هي الكلمات الطيبة التي تود أن تقول له سيدي؟ أنا أقول لصاحب السمو اللي هو رئيسنا نعم وحبيب قلوب الجميع نعم الشيخ خليفة بن نعم زايد السلطان الله يطول لي في عمره. آمين. زايد يطول لي في عمره، أبو خالد اللي عزونا وكرمونا بكرمهم ما نبى منهم شيء غير نقول الله يبارك فيهم في مالهم وعيالهم ويعزهم بعزتهم. آمين. الله ان شاء الله جزاكم الله خير على هاللقاء، واسمحوا لي اذا اخطيت في شيء. الله يسلمك. طبعا اعزائي المشاهدين يعني في هاي الكلمات الطيبه لا يسعنا لتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى سعاده الاستاذ المواطن الاماراتي سليمان الحمادي
صاحب مزرعة سليمان الحمادي في إمارة أبو ظبي. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني كل الشكر والتقدير لكم على حسن هذه المتابعة، وإلى اللقاء بكم مجددا. شكرا لك أستاذ سليمان الحمادي على حسن استقبالك في هذه ما شاء الله الضياف، وهذه أنت حضرتك مضياف ومعطاء، ونشكرك على حسن استقبالك لفريق كفاءة الإمارات، وكلنا زايد.